العلاقات المصرية المغربية، سويسرا الشرق كما يطلق عليها دائما، المغرب هتكون هي ضيف الشرف زي ما قلت لحضراتكم النهاردة طيلة الثلاث ساعات ونصف على مدار هذه الحلقة من مصر بكرة. وبيسعدنا ويشرفنا ان احنا نرحب بضيفنا العزيز سفير المغرب بالقاهرة سعادة السفير محمد سعد العلمي. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، مرحبا. اشكر حضرتك شكرا جزيلا على يعني انك خصيت قناة النيلة الثقافية وبرنامج مصر بكرة بهذه الزيارة، اشكر حضرتك عليها شكرا جزيلا. لا مبدئيا أنا كذلك انا اشكركم على هذه الاستضافة في قناة نتابعها في المغرب، لأنها قناة متخصصة وتهتم بالشأن الثقافي، ونعتبر أن دور الثقافة في وطننا العربي دور أساسي، ولذلك ينبغي الاهتمام به وتقويته، لأن الجانب الثقافي حينما نتوحد ثقافيا فإننا نوحد المشاعر ونوحد الوجدان، وبالتالي يسهل البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. صحيح، أنا ده شرف لينا متابعة حضرتك لقناة النيل الثقافية، ووجود قناة النيل الثقافية بشدة في البلاد العربية الشقيقة في المغرب والأردن وتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات، وده شرف لينا في الحقيقة. وعايزة أبتدي من حيث حضرتك انتهيت، حضرتك اتكلمت عن الثقافة ومدى تأثيرها على الاقتصاد والحالة الاجتماعية، ولذلك حابة أبدأ بالملف الثقافي. دولة المغرب حينما تتحدث عن الثقافة والحضارة والتاريخ والمهرجانات فحدث بلا حرج، يعني المهرجانات الثقافية والسينمائية في المغرب وفي مراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة، ويعني حدث في كل أنحاء المغرب بما في ذلك المدن الصغيرة، ووصل النشاط الثقافي الآن وتنظيم المهرجانات إلى القرى إلى القرى في الريف. هناك فعلا حركة يقودها المجتمع، جمعيات المجتمع المدني تعرف دينامية وحيوية كبيرة، وبالتالي تأخذ المبادرات في مختلف المجالات، وطبعا من بينها المجال الثقافي والمجال الفني. وهذه الأنشطة تبرز خصوصا في تنظيم المهرجانات المتعددة، والتي من خلالها يمارس خصوصا الشباب من خلالها يعني هواياتهم، بل ويبرزون من خلالها إبداعاتهم المختلفة في شتى الميادين. تمام، حضرتك نما إلى علمي أن حضرتك مهتم جدا بالشأن الثقافي سواء في المغرب أو في مصر، وأكيد حضرتك حضرت مهرجانات مختلفة سينمائية وفنية وأدبية، أيضا هناك مهرجان المغرب للكتاب زي مهرجان القاهرة للكتاب، ومنذ ولا يزال إلى الآن مهرجان القاهرة السينمائية. ترى حضرتك حضرت هذا المهرجان أو غيره، تقدر توصف لنا إيه مدى التقارب والتشابه والاختلاف ما بين المهرجانات المغربية والمصري؟ لا، هو أنا أعتقد أنها مهرجانات بقدر ما تبرز حيوية مجتمعاتنا بقدر ما هي مهرجانات تتكامل فيما بينها. مهرجان قاهرة السينمائي مثلا، كان من بين فعالياته أنه كرم سينمائيا مغربيا، صحيح، واعترف له بأنه كان من رواد بناء السينما المغربية التي هي سينما في جميع الأحوال سينما حديثة، فمصر سباقة في هذا المجال كما هي سباقة في ميادين أخرى مختلفة ثقافية وفنية. ولكن تكريم نور الدين صايل في مهرجان في حجم مهرجان القاهرة السينمائي له دلالته الكبيرة. طبعا في الشهر المقبل سينظم في المغرب مهرجان مراكش السينمائي، ولا يقل أهمية في الحقيقة، وهو مهرجان دولي،
وستكون مناسبة كذلك لتكريم أحد عمالقة السينما المصرية وأعلامها عادل إمام. فعادل إمام سيكرم بشكل لم يسبق له مثيل. ده اعتبره خبر اكسكلوسيف لقناه النيل الثقافيه. ده حصري لقناه النيل الثقافيه. تكريم الزعيم الكبير عادل امام، وهو يستحق كل الاكبار والتكريم لانه احد صناع السينما المصريه، حيث واكبها على امتداد 50 سنة منذ بدا العمل السينمائي ويتوجها حاليا بأعماله، ودائما كان مبدعا ودائما كان متميزا ودائما كان رائدا، وبالتالي فهو فعلا يستحق التكريم. صحيح. وطبعا من خلال تكريم عادل إمام فإننا نكرم مصر. صحيح. ونكرم دور مصر. صحيح. هو رمز من الرموز الذي وريادة مصر باعتباره أحد رموزها الأعلام. صحيح. طيب ده هيخليني اطلع شويه واتكلم عن قبل حضرتك كنت موجود كسفير لدوله المغرب الشقيقه اثناء ثوره 30 يونيو. قبل تولي حضرتك لمنصب السفير، زي ما احنا دائما بنقول الفن والسينما دائما هي سفير لاي بلد، ودائما زي ما حضرتك ذكرت مصر رائده في هذا المجال. قبل ما حضرتك تيجي مصر وتتولى هذا المنصب، كيف ازاي كنت بتشوف مصر من خلال السينما؟ كيف كنت ترى الصورة الإجمالية لمصر؟ ومدى تشابه هذه الصورة مع الواقع لما جيت مصر بالأمانة يعني؟ لا طبعا أنا تعرفت على مصر في البداية في طفولتي من خلال السينما المصرية، ولكن نظرتي لمصر لم تبقى محصورة في رؤيتي لها من خلال السينما، لأنني من صرت مصر مرات متعددة وجئتها في شبابي وقضيت فيها مدة كصحفي، وتلقيت هنا خبرة في المجال الإعلامي، وزرتها كذلك في مختلف مراحل حياتي العملية، زرتها كبرلماني، زرتها كوزير، وبالتالي في مختلف محطات حياتي ومساري كنت دائما لزيارة إلى مصر، وبالتالي فمصر أعرفها بتفاصيلها الكثيرة. طيب ده شيء يعني مهم جدا وأيضا مفيد، لأن أنا لما بتكلم مع حضرتك في تفاصيل يعني حضرتك كده سهلت عليا المأمورية، لأنك شايف مصر من الزاوية الكبيرة، مش بس بعيون السينما ولكن أيضا من خلال زيارات حضرتك المتعددة ودراستك هنا في مصر وحتى قبل عملك كسفير بالمغرب. لو جيت قلت لحضرتك النهاردة خلال هذه الفترة شريط مصر، لما بتشوف الوضع في مصر النهاردة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، بتشوف مصر فين ورايحة فين؟ أنا تبدو لي مصر تسير نحو بناء مصر جديدة بكل الجدة، جديدة بمعنى تطمح إلى تغيير صورتها التي هيمنت عليها في الفترة الأخيرة في السنين الأخيرة، إلى استرجاع الصورة الناصعة لمصر كما عاشت في وجداننا وكما عشنا فيها. مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر الدور، مصر المركز، وبالتالي مصر الآن تتوجه إلى أن تستعيد نفسها لتصبح مصر التي جالت في خواطري لتعود إلى حقيقتها، إلى صورتها الناصعة. وبالتالي فطبعا نزول الجماهير الواسعة
إلى الشارع وفعلا عشت هذا. حضرتك زرت ميدان التحرير في 30 يونيو؟ نعم، وأنا بسكن بجوار ميدان التحرير، ورأيت كيف نزلت الملايين جماهير الشعب. شفتها رؤى العين يعني، حضرتك مش حد حكى لك، نزلت وشاركت في الثورة المصرية. لا، رؤى العين، رؤى العين، ورأيت كيف نزل الناس في حماس وتعبئة منقطعة النظير تطلب مصر الجديدة، تبحث عن مصر الجديدة. وفعلا كانت الرؤية واضحة والتوجه واضح، وهي مصر تصير مسارها في خارطة الطريق التي أعلن عنها يوم 3 يوليو، وقطعت أشواطا كللت بالنجاح الكامل، سواء فيما يتعلق بإقرار دستور متقدم أو فيما يرجع للانتخاب الواسع للثقة التي وضعها الشعب في قائده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهي الآن التحضيرات جارية من أجل الاستحقاق الأخير، وهو الانتخابات البرلمانية لانتخاب برلمان جديد يمثل الشعب المصري حق التمثيل. وأنا متفائل بأن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأنها ستصل إن شاء الله إلى تحقيق أهدافها كاملة إن شاء الله. وكلنا متفائلين في الحقيقة، وزي ما حضرتك قلت إحنا قطعنا شوط كبير والتزمنا بخريطة الطريق، ويبقى الخطوة الأخيرة والاستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية. وحضرتك كنت عضو في البرلمان المغربي على مدار سنوات عديدة، أكثر من دورة، وده هيخليني أتكلم عن هذه الجزئية. المجالس النيابية ومجلس الشعب في المغرب، وخاصة حضرتك ليك تجربة حقيقية، ثقافة الناخبين في اختيار المرشح، وأيضا ثقافة المرشح يعني أن هو يعرف دوره في أن هو التشريع، وأيضا في المراقبة على الحكومة، الحد الأدنى من المعرفة ليقوم بدوره على أكمل وجه. عايز حضرتك تكلمني عن هذه الربع تجربة حضرتك الحزبية، وإلى أي مدى حضرتك شايف أن النهاردة إحنا على أعتاب برلمان جديد، تنصح المصريين بإيه في اختيار مرشحهم عشان يكون خير وتمثيل زي ما حضرتك بتقول للمصريين في المجلس الجديد؟ لا أنصح، أعتقد أنه الشعب المصري من النضج بحيث ليس في حاجة إلى نصيحة مني. أنا متأكد بأن مصر عاشت تجارب مختلفة، ويمكن أن يكون لها الآن يعني تراكم يسمح لها بأن لا تخطئ الاختيار. طبيعي مصر في حاجة إلى مواصفات فيما يتعلق بالناخبين، بالمنتخبين الجدد. ربما هناك يعني تطلع إلى تجديد في مناهج العمل، إلى تجديد ربما حتى في الوجوه، إلى دماء جديدة، إلى شباب ينبغي أن يحتلوا مواقعهم داخل خارطة البرلمان، إلى أفكار جديدة تخرج عن النمطية التي يمكن أن تسيطر على الفكر، إلى الانفتاح على مختلف التجارب، لاختيار ما هو الأنسب لمصر ولنهضة مصر وتقدم مصر. فهناك مواصفات كثيرة، وأعتقد أن البرلماني في جميع الأحوال
ينبغي أن ينزل إلى الناس، ينزل إلى الجمع، أن يحتك بهم، أن يعيش معهم حياتهم، ليكون خير معبر عن أملهم ومطمحهم. فبدون ذلك سيبقى دائما هناك فاصل، وهو الفصل الذي ينبغي أن يحطم. فجوة. ما الفجوة؟ هذه الفجوة يجب القضاء عليها حتى يكون هناك التحام ومعايشة مستمرة ما بين فئات الشعب في القواعد، الإنسان البسيط، وبين النخب التي تتولى تمثيله والتعبير عن مطامحه والعمل من أجل بلورة تلك المطامح في تشريعات ملائمة ومستجيبة للأمل والمطامح، وطبعا كذلك في مراقبة العمل الحكومي وجعله يسير بالوتيرة المطلوبة في إطار من الحوكمة وفي إطار من الشفافية وفي إطار من العمل الدؤوب لربح الوقت، لأنه مسألة الوقت لا نملك رفاهية الوقت. طيب في هذا الشأن تحديدا أتحدث عن التجربة المغربية. حضرتك كلمتني إن على الانفتاح على التجارب الأخرى، والتجربة المغربية على كل المستويات، المستوى السياسي ومنها طبعا جزء منها البرلمان، والمستوى الاقتصادي والثقافي، هي تجربة يحتذى بها. يعني عندما نتحدث عن تجارب الانفتاح عن تجارب أخرى حققت واستطاعت أن تحقق تنمية وطفرة، زي تجربة الماليزية والهندية والبرازيلية وغيرها، لا ننسى أبدا أن هناك دور لدولة عربية حققت تنمية، دولة عربية شقيقة لها تجربة كبيرة، تجربة في مجال التنمية وفي مجال مجلس الشعب أيضا. قبل ما أتكلم عن مجال التنمية، حابة أن أنا أتكلم عن تمثيل المغاربة خارج دولة المغرب في المجلس الشعب، المجلس النيابي، بيكون تمثيلهم إزاي، بيختاروا إزاي، لأن احنا على أعتاب هذه التجربة وحابين مفروض في نسبة للمصريين في الخارج، ولكن لم يتم الاتفاق على صياغة لسه لكيفية اختيارهم، الآلية لاختيارهم. والآلية فعلا تختلف من بلد إلى آخر، وهذا الموضوع كذلك مطروح لدينا في المغرب حول أحسن آلية لتمثيل الجاليات المغربية في الخارج. عددهم قد إيه بالمناسبة سيادة السفير؟ احنا الآن الجالية المغربية أصبحت تتجاوز في حدود 4 ملايين. 4 مليون خارج. 4 مليون خارج. من إجمالي تقريبا خارج المغرب. إجمالي 30 مليون. من إجمالي 35 مليون. 35 مليون. 35 مليون. أكثر الأماكن الموجودة فيها الجالية المغربية هي فرنسا؟ هي تاريخيا أوروبا. أوروبا. أوروبا طبعا هناك فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا. يعني هذه الدول التي تمت الهجرة إليها حينما بدأت خرجت أوروبا من الحرب العالمية الثانية. وبدأ مشروع مارشال لإعادة بنائها، فحين ذاك أوروبا احتاجت إلى أيدي عاملة، وبالتالي عملت على أن تتم الهجرة إليها من أجل بنائها. هذه الأسباب التاريخية من بلاد المغرب العربي. المغرب وتونس والجزائر. من المغرب وتونس والجزائر، وهذه الهجرة يعني عرفت امتدادات خصوصا في الخمسينات والستينات، ولكن بعد ذلك بدأ الوضع يتغير، وأوروبا بدأت تقفل أبوابها في وجه الهجرة، ولكن الآن هناك أجيال نشأت وتربت وأخذت مكانها في داخل المجتمعات الأوروبية. صحيح. وبالتالي أصبحت
لها تمثيليتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها. حضرتك بتكلم عن تمثيل المغاربة ايضا كمهاجرين يحملوا اكثر من جنسية، جنسية الام، الجنسية المغربية وجنسية الدولة الاخرى، وجودهم في المجالس النيابية خارج حدود المغرب، موجودين في المجالس النيابية وموجودين حتى في الحكومات. وصلوا الى احتلال مواقع الوزارات في مختلف الحكومات الأوروبية، وهذا طبعا بفضل كفاحهم، صحيح، مجهود متراكم ومجهودهم الذي راكموه حتى وصلوا إلى احتلال المواقع في مختلف الميادين، وبالتالي لم تعد الهجرة أو لم يعد طابع المهاجرين هو ذلك الطابع كما ابتدأ اليد العاملة التي ذهبت لإعادة بناء أوروبا، ولكن الآن هناك مهاجرون يتبوأ مناصب متميزة وفي مختلف المجالات، هناك علماء وبارزين وساسة بارزين وده يعتبر أيضا نوع من أنواع وأدباء ومثقفين كذلك، وده يعتبر نوع من أنواع الترويج أيضا لدولة المغرب حضاريا وتاريخيا، وأن هي تمتلك من العقول ومن الشخصيات ما يجعلهم متميزين حتى في بلاد المهجر، ولذلك بيتبوأ العديد من المناصب الهامة، وده بيكون أيضا لوبي لا يستهان به لدولة المغرب تماما. ولكن يعطي غنى في إطار من التلاقح الثقافي الذي ينتج عن وجود جاليات كبيرة مغربية في مختلف المجتمعات الأوروبية، لأنه الطابع العام لهذه الجاليات وهي أنها لم تنفصل عن مجتمعاتها الأصلية، طبعا خدمت المجتمعات التي هي مقيمة فيها وحصلت حتى على جنسيتها، ولكنها ظلت كذلك محافظة على هويتها العربية الإسلامية. طبعا ده الرباط اللي أكيد بتحافظوا عليه مش بس مع الجيل الأول المهاجر، ولكن أيضا الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، وده اللي بيخليني أسأل حضرتك، حصول المغاربة أو أي إنسان عربي عندما يسافر ويحقق ذاته هو بالضرورة بيحصل على جنسية أخرى غير جنسية بلده الأصيلة، هل بيحق لي المغربي الذي حصل على جنسية أخرى أن يترشح في المجالس النيابية المختلفة، مجلس الشعب في المغرب، ولا لا؟ يحق له ذلك، لأن في القانون المغربي الجنسية المغربية لا تسقط حتى إذا حصل المغربي على جنسية دولة أخرى، فهو يحتفظ باستمرار بجنسيته المغربية، وبالتالي فهو يتصرف في المغرب كمغربي، له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات، والقانون المغربي القوانين الانتخابية المغربية تسمح للجاليات المغربية المقيمة في الخارج أن تترشح ليس فقط للبرلمان وإنما كذلك للمجالس المحلية والمجالس التنفيذية كوزراء وكذلك الغرف المهنية وطبعا والمجالس التنفيذية طبعا، إلى أن يتبوأ يعني ممكن يكون رئيس وزراء يحمل الجنسية المغربية وجنسية أخرى مزدوجة الجنسية. نظريا ممكن، لم يحصل هذا حتى الآن، ولكن نظريا ممكن، وده عملتوه بموجب القانون. لو جيت أسأل حضرتك عن تفسيرك، هل الاستفادة من العقول التي اكتسبت أيضا خبرة وتجربة لا يستهان بها، تجربة ثقافية وعلمية وعملية في بلاد مختلفة، للاستفادة بهم وربطهم بوطنهم الأم، ولا إيه؟ هذا الآن ما تسعى الحكومات المغربية من أجل تحقيقه، أي أولا إحصاء مختلف الكفاءات العلمية والفكرية الموجودة في مختلف أنحاء العالم، وثانيا جعلهم يساهمون بشكل أو بآخر في الدفع بوطنهم نحو الأمام
في المجالات التي هم متخصصون فيها. لا أقول بأننا يعني نستفيد استفادة الكاملة من كل الكفاءات المغربية التي هي في الخارج، ولكن يمكن أن أؤكد بأنه هناك مساهمات الآن جيدة لكفاءات مختلفة في جهات متعددة من العالم التي تعمل على الدفع ببلادها نحو الأمام. طيب نعود تاني لنقطة اختيار المغاربة في المجالس النيابية، تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج، الآلية ازاي؟ هل بيتم اختيارهم عن طريق مرشحين الدائرة الأصلية ليهم مكان الأصلي في المغرب، ولا بيتم الاختيار من الدول اللي بيعيشوا فيها الأول وتزكية الاسم؟ يعني الآلية بيكون ازاي؟ واحنا جربنا تجربة وهي أنه تم وضع دوائر في الخارج ليترشح فيها المرشحون ويتم الانتخابات في إطارها، ويمثلون الجاليات التي يمثلونها داخل البرلمان المغربي. ولكن هذه التجربة كانت في الثمانينات، ولكن هذه التجربة لم تعطي كل نتائجها، وذلك لأسباب متعددة. أولا الدوائر تكون كبيرة وبالتالي تشمل عدة دول، وبالتالي البرلماني يتعذر عليه حتى إذا أراد أن يتصل بناخبيه بطريقة منتظمة. ثانيا أن البرلماني المنتخب في دول أجنبية يكون مضطرا لينقطع عن ناخبيه ويقيم في المغرب، وإذا أقام في المغرب ينقطع عن الناخبين، وإذا ظل مع الناخبين لا يقوم بدوره داخل البرلمان. طب حليتوا الموضوع دي ازاي؟ وبالتالي تم التراجع عن هذه التجربة، وهناك الآن البحث عن صيغة أخرى تمكن من تمثيل الجاليات المغربية في الخارج دون السقوط في تقسيم دول العالم إلى دوائر انتخابية. التجربة الأخيرة هناك سيدات وهناك أشخاص تقدموا من تلقاء أنفسهم في دوائر داخل المغرب، وهم الآن لهم ارتباط بالجاليات المغربية في الخارج، ولكن منتخبون من في إطار دوائر داخل التراب الوطني. إذن لا يزال هناك البحث عن أحسن الصيغ، ولكن في انتظار ذلك هناك مجلس أعلى للجاليات المغربية في الخارج، وهذا المجلس فيه ممثلين عن مختلف الجاليات في كل أنحاء العالم، وهذا المجلس تقريبا بمثابة برلمان مختص أساسا في دراسة كل ما يتعلق بالجاليات المغربية في الخارج كجهاز استشاري إلى جانب الحكومة يتقدم بالتوصيات الضرورية في شأن النهوض بالجاليات المغربية في الخارج والعمل على الاهتمام بمصالحها ورعايتها. طيب لو اتكلمنا ايضا عن الاصلاحات الهامه في المغرب، ونحن نتحدث عن تجربه كبيره في المغرب من زوايا متعدده، جزء منها ليه علاقه ايضا بالتنميه وليه علاقه بالاقتصاد. هناك اكثر من مشروع زي مشروع طنجه المتوسط، مشروع المغرب الاخضر، وايضا مشروع شباك الاستثمار الموحد عن طريق السلطه الجهويه او السلطات المكاتب الجهويه
الدولية التي صنعها الملك محمد السادس، وكان ليها مردود كبير في الاستثمار وجذب الاستثمارات في المغرب، وأيضا خلق بيئة مناسبة وحاضنة للاستثمار في المغرب من شتى بلاد العالم. حابة حضرتك تكلمني عن التجارب التنموية في هذه المجالات ومجال الزراعة والاستثمار أيضا. هناك ورش فعلا كثيرة يقودها جلالة الملك محمد السادس لبناء مغرب جديد قوي ومتقدم في مجال الاستثمار. فعلا المستثمر حينما يأتي ويترك لينتنقل بين المكاتب يضيع ويقضي وقتا طويلا ويمل ثم يعود إلى بلده صحيح. دون أن يصل إلى غايته. وبالتالي كان من الطبيعي البحث كيف نجعل المستثمر حينما يأتي أن يصل إلى تنفيذ الشروع في تنفيذ استثماره داخل أجل قصير. لهذه الغاية أنشئت فعلا كما تفضلت بالقول مكاتب على الجهوية. يعني الجهوية الأول جهوية يعني على مستوى كل جهة. المغرب مقسم إلى جهات. هناك ستة زي مراكز نقدر نقول أو 16 جهة. لا هي أكبر من المحافظة. محافظة يعني زي ما بنقول في مصر 27 محافظة، إذا المغرب مقسمة إلى 16 محافظة أو جهة. لا مش محافظة، جهة. لأنه إحنا عندنا الولايات وهي تقابل المحافظات صحيح. في مصر هي أوسع من المحافظة. فعلى مستوى كل جهة، وجهة ابتدأت كجهة اقتصادية حتى من أجل تعميم التنمية وأن لا تظل التنمية مركزة في منطقة دون أخرى. وبالتالي أنشئت الجهات في البداية منذ بداية السبعينات لأهداف اقتصادية من أجل تعميم التنمية على كل جهات المغرب. يكون هناك شباك واحد للاستثمار، موظف واحد هو المسؤول بعيدا عن كل التفاصيل للمستثمر. هناك شباك واحد يجمع كل الإدارات التي لها علاقة بالمستثمر ويأتي إليها المستثمر ليتم تسوية كل الملفات المتعلقة بالاستثمار الذي يرغب فيه وداخل أجل معقول. اللي هو 60 يوم أسمع. لا لا في حتى 3 أيام وخمسة أيام. لا أنا بتكلم على الحد الأدنى. لا لا 60 يوم هذا مدة طويلة. لكن مدة أنا طويلة. كمستثمر النهاردة عشان عايز عندي مشروع وعايز أنفذه في المغرب، ممكن إن هو ينفذ في خلال أيام عن طريق التعامل مع شباك واحد، شخص واحد بيقطع عليا شوط كبير من الروتين والبيروقراطية والفساد أيضا. طيب دي هذا الشيء الثاني يتعلق بمناخ الأعمال. وطبعا المستثمر يحتاج إلى شيئين. الشيء الواحد وهو تسهيل المساطر والإجراءات صحيح. وأنه يأتي إلى إدارة واحدة ويجد فيها كل مبتغاه. والشيء الثاني وهو مناخ الاستثمار. ومناخ الاستثمار فيه أولا البنية التحتية التي ينبغي أن تكون متوفرة وفيه ما يرتبط بشفافية المعاملات صحيح، وعن طريق قوانين شفافة تضمن واضحة وتضمن سيادة القانون أنه المرجع يبقى في الأخير دائما هو القانون ولا شيء غير القانون. وده كان ليه مردود كبير. حضرتك كلمني لو لدى حضرتك أرقام مدى مردود وإيجابية هذا المشروع الهام جدا اللي كانت المغرب رائدة فيه في الاستثمارات وجذب الاستثمارات، يعني نتكلم عن فروقات كبيرة وجذب لرؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم. لا بالتأكيد
أغلفة الاستثمار تتزايد سنة بعد أخرى. وهذا كذلك يرجع الفضل فيه إلى كذلك مناخ الاستقرار الذي يعيشه المغرب والأمن صحيح. المتوفر، لأنه الاستثمار دائما يبحث عن أماكن آمنة حتى تصرف أموالها، لأنه هذا صرف أموال ضخمة، وبالتالي المستثمر لا يغامر، المستثمر صحيح. يحرص على أن تكون هناك ضمانات وافرة تطمئنه على استثماره صحيح. وهذا كذلك عامل مهم من العوامل التي سجعت على تقاطب الاستثمار في المغرب، وتجذب أيضا الاستثمار ورؤوس الأموال وتجذب السائحين. ولذلك لما نشوف آخر رقم أو آخر إحصائية لعدد السائحين للمغرب في 2013 وصل إلى ما يقرب من العشرة مليار، يتجاوز العشرة مليون سائح، من إجمالي 35 مليون سائح، ودي نسبة كبيرة جدا. وطبعا في أمثلة كثيرة ولنا مخطط الآن مخطط آخر للوصول إلى 20 مليون سائح سنة 2020. الوصول إلى 20 مليون، تضاعف العدد في خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات، لأنه كان هناك مخطط أول الوصول إلى 10 ملايين سائح في سنة 2010. طبعا تخطينا. الآن تخطينا 10 ملايين ونطمح في الوصول إلى 20 مليون، وأعتقد أن المغرب يتوفر على المؤهلات الكافية التي تجعله يستقطب كل هذه الملايين ويزيد عنها. وطبعا هناك لو هنتكلم ويسعنا الوقت ان احنا نتكلم ايضا عن اصلاحات هامه خاصه بالثروه السمكيه ايضا، واحنا عارفين ان هناك ايضا تشابه ما بين دوله المغرب ومصر في الشواطئ وحجم الشواطئ. مصر تملك 3500 كيلومتر شواطئ وبحيرات، 9 بحيرات كبيره زي بحيره ناصر وقارون، وحضراتكم كان ليكم تجربه ايضا في هذا المجال، واصبحت الان الوجبه الشعبيه في المغرب هي وجبة السمك، وكمان بتصدروا بما يعادل 2 مليار دولار سنويا صحيح؟ طيب أنا حابة للأسف الوقت يعني مع حضرتك بيجري سريعا، وكنت حابة أسمع الكثير عن تفاصيل المشروعات التنموية والإصلاحية في المغرب، ولكن حابة أنهي أيضا بالمشهد الثقافي. المركز الثقافي في المغرب المصري في الرباط تحديدا هو أول مركز ثقافي عربي يقام في المغرب بعد الاستقلال عام 56. مدى تأثير وعمل المركز الثقافي ومساهمته في انصهار الثقافة المصرية بالثقافة المغربية وتعريف الثقافات ببعض على مدى هذه السنوات، حضرتك شايفه ازاي؟ أعتقد أن المركز الثقافي المصري قام بدور جيد في التعريف بمصر وبالثقافة المصرية العربية المصرية بصفة عامة. حينما أنشئ لم تكن هناك مراكز ثقافية، وبالتالي كان منارة، حينما أنشئ كان منارة مشعة قربت المغاربة إلى معرفة مصر من مختلف الجوانب. كان يتوفر على خزانة ولا يزال كتب مهمة، وينظم أنشطة ثقافية مختلفة تعرف بالحياة الثقافية والفنية في مصر بصفة عامة. لا أعتقد أن هناك مثقف في المغرب لم يزور هذا المركز أو لم يشارك في بعض أنشطته، فدوره كان ولا يزال دورا مربوقا، ويعني نهنئ مصر على أنه ظل مستمرا. ولكن الوجود المصري لم يكن كذلك فقط محصورا في المركز الثقافي، ولكن كذلك في بداية الاستقلال كانت هناك بعثة تعليمية
من مصر لأساتذة درسوا في مختلف المدارس المغربية. ده بعد الاستقلال أيضا. بعد الاستقلال أيضا. وده ساهم في تنمية المغرب. وهذا ساهم كذلك في الانفتاح على مصر بشكل كامل. ولكن العلاقات المغربية المصرية لم تبتدئ مع الاستقلال المغربي. صحيح. العلاقات المغربية المصرية عميقة الجذور. صحيح. عميقة الجذور عبر القرون. والرحالة أيضا زي ابن بطوطة عندما كتب وقرب المسافات بين كتب عن أخميم وكتب أخميم في قلب الصعيد تماما. صحيح. تماما. ورواق المغاربة في الأزهر الشريف طبعا والأسكندرية مر به أعلام كثيرين ابن خلدون في رواق المغاربة بالأزهر كتب عددا من مؤلفاته. صحيح. وابن خلدون كمثال فقط فعدد من الأعلام. وكانت دائما الأسكندرية تصف بأن هي بوابة الغرب عموما، لأن كل المغاربة القادمين أو الذاهبين إلى المغرب دائما يمر عبر هذه البوابة. ولذلك سمعت أن هناك مدينة مغربية زي مدينة الرباط تتأثر معماريا حتى بالمعمار الموجود في دولة الأسكندرية والروح العامة في الأسكندرية في مدينة الأسكندرية عفوا. أي لا لا، هناك ترابط كبير جدا تم عبر توالي السنين. دعني أقول لك بأنه أقطاب الصوفية في مصر معظمهم أصولهم مغاربة، السيد البدوي، أبو الحسن الشاذلي، أبو العباس مرسي، يعني كل أقطاب الصوفية تعود أصولهم إلى المغرب. وبالتالي إذن فهناك وشائج في غاية المتانة تربط الشعبين الشقيقين، وهناك محبة خالصة تجمع الشعبين كذلك. وهذا من زمان، يعني من زمان ارتباط المغاربة بجامع أحمد ابن طولون تماما، لأنه كان بيجعل أو بيدي الفرصة للمغاربة العلماء منهم بتبوء مناصب عليا في هذا الوقت، ولذلك لا يزال ارتباط المغرب تماماً بهذا الجامع ارتباط تماماً وثيقة تماما. وبالتالي إذن نحن نقف على أرض صلبة. صحيح. متينة، وبالتالي مهامنا تبقى سهلة. أنا شخصيا أشعر بأن مهمتي، وأنا أتشرف بكوني سفيرا لجلالة ملك المغرب، مهمة سهلة، لأنني أجد نفسي وسط شعب قريب مني وأنا قريب منه، يعني هو نفس الشعب الممتد من طنجة. صحيح. إلى الأسكندرية. صحيح. صحيح. الأسكندرية وطنجة مدينتان متشابهتان واسعة التشابه، تطلان معا على البحر الأبيض. صحيح. المتوسط، ولهما نفس العادات والتقاليد، وبهما نفس النخب الفنية والثقافية. صحيح. يعني حضرتك أمتعتنا في الحقيقة بهذا اللقاء، وعايزة يعني وعد من حضرتك أن يتجدد اللقاء في مرات أخرى. أنا عارفة أن وقت حضرتك لا يسعى لأكثر من هذا، ولكن عايزة حضرتك توعدني بلقاءات أخرى نتحدث فيها عن جوانب مشتركة. لا لا، شكرا شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لكم. شكرا. وأتمنى دائما لقناة النيل الثقافية مزيد من التألق والنجاح. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، أشكرك على هذه الإضافة المعهودة، وأشكر حضرتك أيضا أن أنت خصتنا بهذه الزيارة المتميزة. أشكر حضرتك وأتمنى أن حضرتك تكون دائما ضيف علينا في قناة النيل الثقافية. سعادة السفير محمد سعد العلمي، سفير المغرب بدولة بالقاهرة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بعد الفاصل لا يزال الحوار ممتد مع حضراتكم من خلال فقرات أخرى نتحدث فيها أيضا عن المغرب من خلال كتاب المغرب بعيون مصرية.